نتحدث سعادة السفير عن الموقف الأمريكي. نعلم حتى اللحظة أن 36 نائبا ديمقراطيا أو في الكونغرس الأمريكي قدموا طلب إلى الرئيس الأمريكي يطالبه بوقف إطلاق النار وبشكل فوري لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح. كيف يمكن أن تستثمرون هذه الدعوة خصوصا أنها تأتي في جلها في غالبيتها من ديمقراطيين؟ يعني الاستثمار حصل مباشرة وقبل أن تخرج هذه المطالبات بالتوجه إلى مجلس الأمن، وطالبت الولايات المتحدة أيضا بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها، ولكن رأينا ردة فعل مؤسفة من قبل الولايات المتحدة على هذا التحرك، والتحجج دائما أنها تريد أن تتيح الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها، والتي كما نرى وكما أشرت سابقا لا تثمر عن أي نتائج. مجلس الأمن لديه مسؤولية وهو منشأ من هذه المسؤولية، ولا يمكن أن يبقى الفلسطيني استثناء في مجلس الأمن، ويجب أن تحاسب وتساءل إسرائيل كما تساءل بقية الأنظمة المارقة. لدى الولايات المتحدة الأمريكية نعتقد أدوات كثيرة، وإذا كانت تريد أن توقف هذا العدوان ولا تعطي إسرائيل فرصة استثماره واستمراره حتى تنهي ما تريد أن تنهيه من أعمال إجرامية، لدى الولايات المتحدة الأمريكية ما يكفي من أدوات ما فيها مساعداتها ووزنها السياسي وكذلك معوناتها العسكرية حتى تلوح لها لإسرائيل أن عدم وقف هذا العدوان يمكن أن يكلفها. نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون لها تأثير أكبر مما تقوم به، ويمكن ولها دور أكبر مما تلعبه الآن، ولكن إسرائيل كانت دائما الاستثناء للولايات المتحدة وللعالم مع الأسف. صحيح. واليوم نحن والعالم أيضا يرسل رسالة واضحة، والنشطاء في الشوارع وفي كل مكان في أنحاء العواصم في العالم تقول أن هذا الاستثناء يجب أن يتوقف، وتحميل الضحية المسؤولية يجب أن تتوقف، وهذه محاولة المواساة بين الطرفين يجب أن يتوقف، ومساءلة المجرم والمحتل على احتلاله وطوله وطول هذا الاحتلال والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب. ونعتقد أن الولايات المتحدة ستصل في وقت ما، البوادر بدأت مع هذه الرسالة التي أشرت لها من الديمقراطيين، وهذه سوابق تاريخية نسجلها أيضا وهي هامة، وجاءت نتيجة تضحيات شعبنا وصمودهم في الشيخ جراح وفي القدس، وأيضا ما يتعرض له شعبنا أيضا من جرائم في قطاع غزة وفي كافة أماكن تواجده. ولكن اليوم إسرائيل تدرك أن صورة العالم تتغير، ويجب أن تستمر في استثمار هذا التوجه ونقل الصورة من مسألة يعني صراع بين طرفين متكافئين إلى حقيقتها، وهي أن هناك طرف معتدى عليه وطرف يعاني من هذا الاعتداء على مدار سنوات طويلة من جرائم الاحتلال، وكذلك أيضا تدفيع هذا الاحتلال ثمن ما يتعرض له كما دفعت الأنظمة البائدة الأخرى في جنوب أفريقيا وغيرها ثمن جرائمها. طيب، بداية من 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 معاقبة هذا الاحتلال ووقف التعاون معه إلى فرض حصار ومقاطعة عليه. طيب، ما دمنا نتحدث في الموقف الأمريكي، هنا مسؤولون فلسطينيون ينقلون للمبعوث الأمريكي بأن استمرار العدوان الذي تقوم به الحكومة اليمينية والمستوطنون قد يؤدي إلى إنهاء أي أمل بإحياء عملية سياسية جديدة للوصول إلى حل شامل. هل تعتقد أن الولايات المتحدة في هذه الأوضاع تستمع بتمعن إلى هذه الرسائل التي يطلقها المسؤولون الفلسطينيون، خصوصا أن إدارة بايدن هي تعلن بأنها مع حل الدولتين؟ يعني المؤشرات التي ترسلها إدارة بايدن أكيد تشير بهذا الاتجاه، ولكن في ذات الوقت نحن سألنا كشعب من كل هذه الخطابات الرنانة التي لا تفضي إلى شيء. المسألة واضحة، هناك مستعمر يحاول استعمار أرض لشعب آخر ويطرد هذا الشعب من أرضه ويعطيها لمحتل مستعمر آخر يجلبه من أوروبا ومن أي مكان آخر في العالم. الصورة واضحة للعالم، وهذا النظام الاستعماري ونظام الفصل العنصري أصبح من الصعب أو من المستحيل التغطية عليه كما كان يغطى عليه سابقا،
ولذلك نعتقد أن المسؤولية الآن هي كيف يتم الإجابة على ما تقوم به إسرائيل ونظامها الاستعماري على أرض دولة فلسطين، بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وتدمير وقصف الذي نشهد اليوم الهمجي والمجرم على أهلنا في قطاع غزة، إضافة إلى ما هو أخطر من ذلك الذي يضرب في عمق مستقبل حل سياسي واستقلال الشعب الفلسطيني وتحرره من هذا الاحتلال ببناء المستوطنات وإنشاء نظام استعماري على أرض دولة فلسطين. السؤال برسم العالم مرة أخرى، ما الذي سيقوم به؟ ولدى العالم الكثير من الأدوات التي قام باستخدامها ضد أنظمة مارقة أخرى في أماكن أخرى من العالم. المسألة ليست مسألة خلو العالم من الإجراءات، ولكن متى سيتم استخدام هذه الإجراءات ضد إسرائيل؟ نعتقد أن المسألة مسألة وقت. اليوم إسرائيل ستتساءل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسنستمر بالضغط لننضج الموقف العالمي حتى يساءل إسرائيل على كافة الجرائم التي ترتكبها بما فيها شكرا جزيلا لك والفصل العنصري. سعادة السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني حدثنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا لك.